طبابة ألف. طبابة ألف مع نهى سعدي. العيادة المسموعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مستمعين مستمعي ألف ألف أف أم الموجة السعودية، مستمعي برنامج طبابة ألف اللي بيجيكم يوميا من ساعة واحدة بعد الظهر للساعة اثنين معي أنا نهى سعدي. في هذه الساعة بيكون معنا ضيف وبيكون معنا موضوع إن شاء الله يكون تسليط الضوء عليه بفايدة للجميع، ونتمنى السلامة للجميع دائما. قبل ما نعرفكم على ضيفنا أو ضيفتنا ونقول لكم إيش موضوعنا اليوم، حابة أقول لكم عن طرق التواصل اللي هي على STC 84 7700. تقدر ترسل كلمة طبابة ألف وأنا أتصل فيك، أو ممكن يكون على اتصالكم مباشر على 012-616-1100، ومن الرياض على 011-21-7885. طبعا حلو في الموضوع اللي يقدر يسمعنا، يعني اللي حاب يسمعنا عن طريق النت ويتعرف علينا أكثر حيكون على موقعنا على www.alfalfm.com. فاتتك الحلقة تقدر تلحقها على اليوتيوب خلال يومين تسمعها من أول وجديد كاملة. وكمان اللي معه آيفون يدخل على متجر أبل ويحمل تطبيق ألف ألف أف أم أو من الأبل ستور طبعا، أو اللي معه جهاز نظام أندرويد يدخل على جوجل بلاي ويحمل تطبيق ألف ألف أف أم. فيسبوك، هيك، تويتر، إنستغرام، سناب شات، قناة اليوتيوب كلها نفس الحساب ألف ألف أف أم. ضيفتنا اليوم أخصائية التغذية الدكتورة فيفيان وهبي، وحتكلمنا عن الحميات العشوائية. أولا نرحب فيك دكتورة فيفيان. أهلا فيك. شكرا حبيبتي على وجودك معنا. يعني نعرف كثير الحمية العلاجية والحمية اللي هي للسمنة والأمور هذه كلها، لكن كلمة الحمية العشوائية شوية يعني بعيدة عن يعني معلومات بعض الناس. هلا يمكن لتكون قريبة للناس أكثر، شو يعني شو بنقصد نحن بأنظمة عشوائية؟ يعني مثلا لما يجي الشخص يقلك أنا بدي حمية الشوكولا، هلا كتير دارجة بنفس الأسبوع يمكن أكثر من 3-4 أشخاص قالوا لي أنا متبعين حمية الشوكولا أو حمية التمر واللبن، في حمية المي، في حمية مثلا الجريب فروت، حمية الشوربة. يعني عندك ألاف من أسامي غريبة متوفرة على الإنترنت والأشخاص كلها عم تتبعها، وكلها تحت مسمى مثلا من إلا نحن فات دايت أو أنظمة عشوائية أو أنظمة حتى من إلا خرافية. حلو. هي مثل كأنها موضة جديدة، مثل ما الواحد مثلا كل شوي عنا موضة بالتياب وموضة بالألوان، صار في موضة جديدة اللي هي بالحميات الغذائية اللي بيكون عم يعطوا مثل أمال للأشخاص. عادة مين بيكون بده ينزل وزنه؟ أشخاص مثلا مرات عم تتعلق بأي أمل أنه أنا فيني نزل وزني، فأكيد بدهم يتبعوه. مثلا بينزلوا لك حبوب محدده كلهم بدهم يتبعوها، بينزلوا لك مثلا انظمه غذائيه اكيد غير صحيه او اشياء منتوجات عم تنباع غير صحيه، بيقولوا لك حتنزل وزن وهي اكيد ما عم بتنزل الوزن. وهي يعني كمان يعني اضيف على كلام حضرتك دكتوره فيفيان انه الكثير منها يعني لما حتى تنكتب او تنطرح بيقول 20 كيلو في الشهر، 5 في الاسبوع. يعني بتحدد كمان كم مضبوط. يعني هي لحالها بتعطي أنه وعود غير مضبوطة، أنه بتقلك بدها تنزلك مثلا 10 كيلو. لهون لحاله الواحد الإنسان من البديهة أنه يعرف في شيء غير صحيح وما يعرض حاله لا يعني أمراض أو لعوارض صحية بسبب هالموضوع. ما في حمية بتنزل 10 كيلو بالشهر إلا إذا كان الشخص مثلا ممكن وزنه 150 كيلو، لكن أنا كشخص مثلا وزني 60 أو 70 أو حتى لو 80 مستحيل انزل 10 كيلو تكون دهون من جسمي. دايما لما بنصح الشخص بدنا ننزل وزننا، هدف تنزيل الوزن هو تنزيل الدهون من الجسم، مش تنزيل مش نخسر يعني عدم خسارة العضلات ولا خسارة الميات اللي موجودة بالجسم. فهون هيدا هون المهم عنا. جميل. إيش علاقة فصيلة الدم في موضوعنا اليوم دكتورة فيفيان؟ فصيلة الدم هو نوع كمان من الحميات اللي بيقولوا عنها. هلأ هي كان درجة بس من زمان أكيد وحاليا خفت الاهتمام فيها إلا لبعض أشخاص بعضهم بحبوا هذا النوع لأنه بنزل على الوزن. صح بنزل على الوزن، لكن هي بس أعطي فكرة شو هي. مثلا إذا واحد دمه أي بيكون نباتي فبيتجه أنه بيأكل بس إشياء نشو مثل النشويات والخضار، وبيتعد عن اللحوم مثلا اللحم الحمراء وكل هالأمور والأجبان والأدبان. وإذا شخص في دمه opposite O مثلا بيتجه نحو البروتين، بيصير عم يأكل بس بروتينات وبيبتعد عن الخبز والرز. هلأ أكيد حينحف لأنه لغى مجموعة كبيرة من الأكل. صحيح. كان مثلا ماشي على فئة الدم الأوي اللي هو بيأكل مثل الأتكنز من اللحمة البروتينية، عم يأكل كلها لحوم. أول شغلة كترة أكل اللحوم بتعلي مادة بقلب الجسم اسمها كيتون، اللي هي بتساعد بتحرق دهون صح، لكن بتخلي الجسم يخسر كتير من الميات. لما ما يكون في عنا بأكلنا نشويات جسمك بيخسر بس ميات،
وثاني شيء المسموح بالبرنامج مثل ما قلنا لحم وهالأمور، فكمان عنده خطر الإصابة بأمراض كوليسترول وارتفاع الشحوم والدهون بالدم. فالشخص اللي عنده كوليسترول بيكون غير مناسب لإله، الحوامل أكيد، المرضع، الأطفال، كله غير مناسب لإلهم. إلا كتير عوارض جانبية اللي مثل ما قلنا بترفع معدل الكوليسترول، بترفع معدل الأملاح، بتعمل مشاكل إمساك، تساقط بالشعر، جفاف بالجسم، لأنه عم بخسر ميات الجسم وما عم بخسر دهون الجسم، بالعكس عم بتزيد الدهون. ففصيلة الدم هي مثل أنواع تانية، النوع الواحد اللي هي ضارة، عادة الواحد لما بيخسر مي كله بيرجع برده، أول ما يوقف الحمية بيرجع برده، لأنه هيدي الحميات بتضاعف الحرق. يعني دايما بنحكي عن عملية الحرق، حتى آخر مرة بتواجدي معكم كمان بالنفس طلبة ألف كنا عم نحكي عن كيف منزيد عملية الحرق بقلب الجسم. كثرة تجارب الأنظمة الغير صحية بتضعف عملية الأيدي اللي هي عملية الحرق بقلب الجسم. طيب دكتورة فيفيان، يعني احنا بنتكلم على اشياء، بس قبل ما نروح للاضرار اللي هي يعني هذه نقدر نقول يمكن حالات او عوارض او شيء زي كده، يعني اذا بس ممكن اسال سؤال بس قبل الفاصل، اذا كان ايش الشخص اللي طيب المفروض قياسا عليه، يعني في ناس كثير حسب الوزن والطول بيحكموا على انه هو خلاص ياخذ حميه، فهل في حكم اخر في هذا الموضوع فاصل؟ هلا اكيد هو حسب الوزن والطول نعرف اذا الشخص عنده اي وزن طبيعي، عنده وزن زايد. فصيله الدم قلنا ما لها دخل، مزبوط. فصيله الدم ابدا ما لها دخل، لنشوف اذا هو عنده مشكله باسلوب اكله. يعني ممكن الشخص يكون عنده وزن طبيعي لكن مكونات الجسم، نسبه الدهون بجسمه تعتبر مرتفعه، فهون بده اكيد يعمل حميه يتعلم فيها شو الاطعمه اللي حتوطي له مستوى الدهون بالدم، او مثلا تراكم دهون اللي هو مثلا ما عنده امراض بالدم لكن كوليسترول او دهون، لكن عنده عدم تنسيق الدهون بقلب جسمه، عنده ارداف، عنده بطن، عنده يعني مشكله الدهون اللي بتتراكم بالجسم. كمان بده يعتمد، مع لو الوزن طبيعي ممكن يعاني من مثلا سمنه بطن او سمنه ارداف، فهون كمان بده يتبع أكيد حمية وبرنامج رياضي ليتخلص من هالمشكلة. وبشكل عام دايما نحن بنقيم شخص جسمنا عن إذا هو طبيعي ولا لا بمؤشر كتلة الجسم، بنشوف إذا نحن معدلنا طبيعي أو وزن زايد أو عنا سمنة، وساعتها بعد ما نشوف إذا عنا عم نعاني من مشكلة بنحدد البرنامج الغذائي. جميل. أكيد أنه ما يكون بيعتمد على النوع الواحد، وسهل الواحد يعرف هل هي حمية صحية ولا هي حمية عشوائية أو من إلا فاد دايت. صحيح، سهل الواحد ممكن انه بس اذا فكرنا شوي بالموضوع حنعرف انه هل هو صح ولا لا. حلو الكلام. معنا الدكتورة فيفيان وهبي والأخصائية التغذية، بتكلمنا اليوم عن الحميات العشوائية واضرارها وكل حاجة ممكن تكون حول هذا الموضوع. حنستأذنكم نطلع فاصل، لكن قبل الفاصل حابة اقول للمستمعين عن مسابقة ريادة الاعمال 2015، دعوة الجميع السيدات في المملكة العربية السعودية، جوائز مادية توصل قيمتها 375 ألف ريال سعودي. للمشاركة كونوا على السمع كل يوم اثنين في تمام الساعة 11 ببرنامج طاقات بلا حدود، وللمشاركة بمسابقة ريادة الأعمال رجاء انزوروا الموقع www.jem-yje.com أو اتصلوا على 055-977-8859 وخليكم على السمع. مكملين معاكم مستمعينا وضيفتنا اليوم الدكتورة فيفيان وهبي، بتكلمنا عن أخصائية التغذية وبتكلمنا عن الحميات العشوائية. يمكن جاء الوقت دكتورة فيفيان لنسألك، طب يعني هل الأضرار، نبغى نعرف كل الأضرار على الشكل وكمان من الناحية الصحية إن أمكن كيف ممكن تضر أصحابها؟ هلا الأضرار هو أنه نحن ما بنكون عم ناخد كل المغذيات اللازمة للجسم، فبالتالي بيصير الشخص بعاني من نقص مثلا بالفيتامينات الضرورية بجسمنا، الفيتامين د مثل المعادن مثل الحديد مثلا، فيتامين بي 12، يعني عدة فيتامينات نخسرها من جسمنا، خاصة إذا ماشيين مثلا الحميات البروتينية مانعة النشويات، في عندك كتير فيتامينات منا موجودة بقلب بس اللحوم، في عندك مثلا الخضار والنشويات غنية بالألياف كمان منا موجودة باللحوم، فبيصير بعاني الشخص من مشاكل بالإمساك. وخسارة المي بالجسم بتؤدي لتراكم مثلا الرمل، بتراكم الحصب مثلا بالكلى، بالإضافة مثلا ارتفاع الأملاح بقلب الجسم، فكلهم هول بسبب أنواع الحميات. بيصير عندهم هبوط، مثلا بيصير عندي نقص بالسكر، نقص بالضغط، بيؤدي لحالات من الإغماء، أكيد هذا شيء غير دار، ببطل قادر الشخص يعمل أي مجهود حتى ممارسة الحياة اليومية، يعني هي كشغل أو كدرس دراسة أو أي شيء،
ما بيعود في تركيز مظبوط عند الشخص يقدر يكون يومه طبيعي. بالإضافة للأمراض اللي هي مثلاً كثرة أكل البروتينات عم تعمل ضغط على الكبد والكلى، وخاصة لما بيختاروا الدهون اللحوم اللي بتكون فيها دهون، يعني في حميات بيقولك فيك تاكلي هدا، فيك تاكلي مثلاً الكبدة وإشياء كتير فيها دهون مشبعة اللي هي بتعمل أمراض قلب، فيفضل هذه كمان ينتبهوا منها. لكن باختصار هي أمراض القلب، أمراض الكبد، أمراض للكلى، كله هاي بتأثر عليهم، بالإضافة لفقر الدم، نقص المعادن والفيتامينات المهمة بالجسم، عدم القدرة على أي نشاط يكون فيه بقلب بالنهار. هول هن أهم العوارض الجانبية اللي مثلاً أكيد بتصيب الأشخاص اللي بتبعوا الحمية النوع الواحد. هلأ ممكن نحن يعني مثل توجيه كيف نحن نعرف إذا هيدي الحمية هي من النوع الصحية ولا غير صحية. لا نعرف مثلا اللي بيعطي وعود غير طبيعية، يعني بيقول لك هيدي الحمية بالأسبوع هتنزل 5 كيلو وهو الشخص بيكون وزنه 60 كيلو 70 كيلو، فأكيد ما أنا مظبوطة. حمية مثلا بيقول لك فيك تاكلي قد ما بدك وأكيد بتنحفي بس تبعي هيدي الحمية. مثلا أنت ونايمة بتحرق، في هيك إعلانات تنزل إنه أنت ونايمة بتحرق دهون، أكيد ما في شيء أبدا بالحياة إنه أنا ونايمة جسمنا نحن الشخص الطبيعي ممكن يحرق هو نايم شيء بسيط، بس مش بتحرق كل الدهون المتراكمة. بتكون الحمية حطت لك أشياء محددة، يعني مثلا بلازم تلتزمي أنه هون عندك حبة البيض مع حبة الجريت فروت، يعني ممنوع تغيري ولا أي شيء، بتعرف أنه في شيء غلط مثلا حمية كيميائية وأكيد كيميائية. نعم. بتقلك ممنوع تلعب رياضة أنه بس تتابع الحمية، لأنه إذا تلعب رياضة الدهون تتحول عضلات، وأكيد هذا منه صح أبدا، ما في شيء اسمه دهن بيتحول عضل، جسمك لما تلعب رياضة بيحرق دهون وبنفس الوقت العضلة تكبر وبتقوى. بيكونوا عم يعطوا مكملات غذائية كمية كبيرة، يعني بيكون عطيك هالبرنامج الغذائي الشخص لكن عطيك معه كيس كبير من الحبوب والمكملات، أكيد هذا غير صحي. وأهم شغلة أنه بيكون ممل جدا، يعني ما في إنسان يقضي كل حياته عم يمشي على تمر أو فترة طويلة. طبعا صحيح طبعا. وما بيراعي أنه الذوق للشخص، مثلا أنت يمكن ما بتحب التمر، أنا ما فيني أجي أجبرك تاكل التمر، أو الوضع الصحي، يعني ممكن يجي واحد عنده أصلا أمراض، يعني عنده مشاكل بالكلى ما فينا أو سكر أو ضغط. نعم صحيح. فهيدي ما بيراعي المشاكل الصحية للشخص، أو أنه كل أنه الشيء صح أنه كل إنسان عنده حمية خاصة فيه، لكن كلنا نشبه بعض أنه لازم نأكل أكل صحي، بس كل واحد عنده احتياجات خاصة لإله. حلو الكلام. حابة أقول للمستمعين أنه إحنا فاتحين باب الاتصالات على 012-616-1100 ومن الرياض على 011-217-5855. دكتورة فيفيان، هل أنت مع ولا ضد تعدد الحميات؟ لا أكيد أنا ضد، لأنه مع كثرة تجارب الحميات الجسم بيعمل ردة فعل، يعني ممكن يجي الشخص اللي شفت هاي سمعت عن هالحمية جربتها، سمعت من صاحبتي، سمعت من المدربة، أكيد ما كل إنسان لازم يجرب أي شيء، لأنه لازم الواحد يعرف أنه كل جسم له شيء خاص، يعني كل حالة صحية إلى حمية خاصة. فكثرة التجارب بتوطي عملية الحرق بالجسم، يعني في ناس بيقولوا إحنا جربنا كل شيء وما مننزل. أنا بصدق أنه ما حينزل، وبصدق أنه صحيح بيكون يكون حقيقي ما نزل، يعني أنه ما حتنحفي، يعني في منه بيكونوا عم يعني نحن عم نحكي شيء من الواقع، أنه بيكونوا عم يطلقوا في تجاربهم، أنا مجربة كل الحميات وما بينزل وزني، لما تجي تفهمي شو الحمية اللي جربتها، في تنوع بالأكل لا، في خضار أنا ما بحب الخضار، في عملتي تحاليل لا، بتلعب رياضة لا، أي ساعة بتنامي، بنام بالليل، بنام بالنهار ما بنام بالليل، حتى العادات لها دور. لكن هيدي العادات بتضعف لي حرقي، والأنظمة الغذائية اللي عم تنعمل غير صحية كمان بتضعف لي حرقي. بيصير مع تقدم العمر صعب نزول. صحيح. يعني أنا ممكن لما كان عمري 20 سنة خفف يومين أكل ينزل من 2-3 كيلو على السريع، لكن أنا بس بلش عمري قريب 30 ولما يصير قريب 40 عم بيصير أصعب كتير، لما أنا كنت ما أعمل مجهود بعمر 20 وشوف أنحف، هلأ عم لاقي صعوبة أكتر. فهيدي له كله علاقة بالحرق وبقلة الحرق بجسم الإنسان مع تقدم العمر ومع كثرة التجارب السيئة اللي بيجربوها. صحيح. معنا أنور، خلينا نشوف أنور إيش سؤاله. أنور. أيوه. تفضل يا أنور. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل بسؤالك على طول يا أنور. أختي بس أنا عملت حمية ونزل وزني إلى 55 كيلو، بس الكرش ما قدرت أتخلص منه، يعني حاولت بس أبغى أعرف إيش حسب اللي أعمله، يعني كمثلا الأكل أو المشي عشان أتخلص من الكرش فقط.
هلا وزنه 55 هي اكيد بتعتمد حسب طوله، لكن مثل ما بلشت بالحكي قلت انا انه مرات بكون الوزن طبيعي لكن الشكل الخارجي انا ماني راضيه عليه لانه توزيع الدهون ما مضبوط. نعم. بالنسبه لانور دهونه جاي على تراكم مثلا على محيط الخصر، المفروض مثلا من اهم النصائح انه ما ياكل ويشرب بنفس الوقت، يتجنب المشروبات الغازيه، يتجنب المشروبات الغازيه اهم شيء ان كانت دايت او غير دايت كلها بجميع انواعها. يجرب مثلا اذا شرب يكون بعيد عن الوجبه، يعني يلغي الاشياء الكامله الدسم، يعني الاجبان الالبان كل هالامور بدها تكون قليله الدسم. الالبان والاشياء الغنيه بالكالسيوم والفيتامين دي القليله الدسم بتساعد انه انا اعلي عمليه حرق الدهون خاصه على محيط الخصر. مثلا هيدي مهمه، مثلا كل يوم الصبح ياخذ كاسه مي فاتره مع معلقه عسل صغيره، الليمون مع شاي الاخضر، مثلا الزنجبيل، هيدي الاشياء الاعشاب الطبيعيه بتساعد على انه يصير عندي هضم طبيعي، بتساعد انه تعلي لي عمليه الحرق بالجسم. لكن ما بنلغي الرياضه لانه الرياضه هي الاساس، يعني هو اكله حيكون صح لكن مهم انه يعمل رياضه. لا تمارين المعده، يعني هو بده يمشي اكيد يوميا لكن تمارين المعده ما في لها غنى، وبده يطول باله، يعني اكيد دهون تراكمت عنده بوقت طويل ما حتروح بسرعه. تركيز على المنطقه، يعني في ناس كثير يمكن مشكلتهم مش في زياده الوزن قد ما هي في توزيع فعلا الدهون في الجسم. يعني انت ما تبغى تنزل ويكون انت فكرك كله ان انت تبغى تنزل او انت تبغى تغير شكل جسمك، ورياضه يعني لابد منها في هذه الحاله. خلينا نشوف محمد. يا محمد، محمد طيب. ناصر اهلا وسهلا. اهلا، مساء الخير اختي. مساء النور، تفضل على طول سؤالك ناصر. طيب في الرياضه المفضله ولا او اللي تنصحون فيها للبنات من سن يعني 17 الى 30 سنه يعني افضل شيء؟ طيب يعطيك العافيه، شكرا ناصر. ناخذ السؤال كمان الثاني. الو الو، اهلا. ألو. طيب دكتورة فيبيان. أي نعم. من سن 17 بس على الأقل، بس لو تقولين يعني الأوقات المفضلة أو أنه النسبة في اليوم أو في كيف تدخلها في أسلوب حياتها الرياضة. بالنسبة للرياضة أكيد إذا واحد بده ينزل وزنه يفضل أنه يمارس الرياضة معظم أيام الأسبوع، هيدي أهم شغلة. ونوع التمارين أكيد جدا مهم. يعني مثلا أنا لنقول بعاني من دهون على البطن، بدي أعمل تمارين للمعدة بشكل مستمر مثل ما قلنا وتكرار كثير. إذا أنا بعاني من دهون مثلا متواجدة على الأرداف، بدي استعمل أنه أنا أقوي عضلة الأرداف عندي، كرمال لما بتقوي العضلة بتعلي عملية حرق الدهون بقلب الجسم. فهي يعني أكيد بيكون بمعظم النوادي أو حتى على الإنترنت ممكن نحن نشوف تمارين ممكن الواحد يستفيد حسب طبيعة جسمه شو بهم. لهيك نحن عادة نبعث الشخص عند مدربين خاصين يعني مختصين، بدلوا الشخص نوع التمرين اللي يعني بتختلف عنه. دكتورة فيبيان، عن الشخص اللي يبغى يحافظ عن اللي يبغى ينزل وزن أكيد. أنا هلأ لنقول بدي حافظ على وزني، أما ضروري ألعب رياضة معظم أيام الأسبوع إلا إذا أنت من الناس اللي بحبوا يعني أتمارس هالقد الرياضة. لكن أنا مثلا عم حافظ على وزني، بلعب تقريبا 3-4 مرات بالكثير بالأسبوع، يعني بما يعادل تقريبا 3-4 ساعات بالأسبوع، وبيكون كتير كافي أنه أنا حافظ على وزني أو حافظ على صحتي بطريقة طبيعية. لأنه لما نقول الرياضة مش بس أنه تنزيل وزن، تنزيل وزن دورة دموية، نشاط، بتحسي أنه جسمك في نشاط، في حيوية، بتحسي أنه حتى في ناس بيكون عندهم أوجاع بعظامهم لما بيمشوا بيعملوا تمارين خاصة لجسمهم، العظام بتقوى. فالرياضة هي إجمالا صحة لكل إنسان، غير أنه أنا بدي نزل وزني. فأنت لما بتربطيها بنزول وزن تلعب الرياضة، لما توصل الوزن تتركه صح. لكن لما بتربطيها بأسلوب حياة وبتتعود عليها أكيد بتبطل تقدر تترك الرياضة. هيك مهم أنه نحن نحب الشيء اللي عم نعمله، يعني نحب نمارس الرياضة بهدف المحافظة على صحتنا. حلو الكلام. حنتعرف مع دكتورة فيفيان وهبي أخصائية التغذية على حلول وأنواع ممكن تكون في الحميات، لكن بعد الفاصل المستمعين خليكم على السمع. وما زلنا في استقبال اتصالاتكم واستفساراتكم مستمعينا على 012-616-1100، ومن الرياض على 012-217-8585.
يعني معانا عشان تكونوا عارفين بس اللي انضموا لينا الآن أخصائية التغذية الدكتورة فيفيان وهبي، وبتكلمنا عن الحميات العشوائية. تعلمنا حاجات مرة كثيرة دكتورة فيفيان منك اليوم، يعطيك العافية. ألو طيب لين بس ما نرجع يعني نتواصل معها مرة ثانية، حقيقي معلومات كثيرة يعني تعرفنا عليها وتعلمناها اليوم. الأمور هذه يعني شوية خطر وبتضرك على المدى البعيد بالنسبة للحميات اللي من هذا النوع، واللي هي تعددها بالصورة القوية هذه كلها، والإصرار حتى على الالتزام فيها. طيب اللي خليك تلتزم بدي الأمور وإصرارك، خليك تدخل فعلا الرياضة في أسلوب حياتك وتستشير أخصائي تغذية متخصص لمثل هذه الأمور. مرة أخرى على 012-616-1100، ومن الرياض على 011-21-78-585. محبين نستفيد منك أكثر دكتورة فيفيان اليوم. يعني نبغى طيب نعرف حلول. لو أنا خليني يعني أكلمك بالطريقة السهلة، عارفة حقة اللي إحنا بنتكلمها في البيت على قولهم، أنا أبغى أنحف في أسرع وقت ممكن، أنا شفت النتيجة على شخص غيري يعني أنه هو فقد هذا الوزن اللي هو كان، وفعلا أتحسن شكل جسمه بهذه الأمور. طب قبل ما يعني أنا عقلي أو مخي يتعلق بزي الحميات هذه العشوائية، إيش ممكن يكون عندي حلول ثانية وأحس أني أنا فعلا استبدلتها بالصح؟ هلأ أول شيء لازم كل واحد ما يقارن حاله بشخص ثاني. يعني أنا مثلا ما بينفع أقارن حالي أنه أنا مثلا شخص نزل 10 كيلو أنا حأنزل مثله 10 كيلو بنفس الوقت بنفس الحمية. كل جسم له شيء خاص، هيدي أول شغلة الشخص لازم يفهمها. كل تجاوب جسم بتجاوب بالحمية بطريقة مختلفة. يعني ممكن أنا وإنت نعمل نفس البرنامج لكن أنت تنزلي 5 كيلو بالشهر أنا أنزل 7 كيلو بالشهر. هيدا بيعتمد حسب وضع الصحة، بيعتمد حسب انت يعني جسمك قدي بيحرق وجسمي انا قدي بيحرق. يعني في عدة عوامل نحن لازم ننتبه لها. طيب لهيك واحد ما لازم يقارن حاله ابدا بشخص ثاني، خاصة بعدد النزول برقم النزول. حلو الكلام. معنا اتصال، هل يا محمد؟ ألو مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا محمد. هذا حق التغذية اختي. اتفضل بسؤالك يا محمد سريع الله يسعدك. الوزن 143 وعندي غدة يعني يرتفع ينزل الوزن، يعني وين الحل؟ دكتورة فيفيان عنده مشاكل في الغدة ووزنه ينزل ويطلع بسرعة كثير عنده كسل بالغدة أم زيادة أفراز بالغدة؟ محمد هلا. كسل في الغدة ولا زيادة أفراز للغدة؟ لا زيادة الوزن. الغدة مشكلة الغدة إيش؟ الغدة الدرقية. يعني بتفرق ولا في المشكلة عنده كسل بالغدة أو زيادة إفراز، هون بتفرق. صوت الدكتورة بعيد. طيب يعني الـ 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 الغدة عفوا فيها يعني فرط حرق ولا كسل؟ يعني هي إيش المشكلة، الفرط ولا الكسل؟ نشطة بزيادة ولا كسلانة الغدة؟ يعني أحيانا كسلانة وأحيانا تنشط. إذا كان عنده خاصة بالعلاج أكيد هون بنصح أن يستشير طبيب الغدة أكيد. يعني طيب. الأخصائي التغذية ممكن ينصحه بحال أنا الغدة عندي إياها كسولة، شو الأطعمة اللي حتساعدني مع العلاج اللي عم باخده؟ هاي أول شيء. طيب. بس أنا ما بقدر مثلا ساعدني في الدواء اللي عم ياخده وقديه تصيب العلاج، هاي بده أكيد استشارة غدة. طيب ناخذ منصور. يا منصور اي مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا منصور. انا من مكه، منصور ابو مكنان. تفضل يا منصور. اللي يكون يمارس رياضه في جيم هذه وفجاه وقف صار ترهل عنده في الجيم زي بعض اللعيبه اللي بيصير الحاجه، كيف ممكن يخلص من السمنه الزايده ومن الترهل اللي بيجتمعهم يرجع يلعب رياضة؟ صح دكتورة فيفيان. هلا برد عليك. طيب تفضلي منصور، اسمع الإجابة عن طريق الراديو، يعطيك العافية. طيب شكرا لك، يسعد قلبك، شكرا. هلا هي مثل بدي
أكثر الشباب اللي بيجوا بدهم على وزن عالي يلعبوا تمارين حديد، يعني مثل هي كمان موضة مثل الحميات موضة الحديد، بتلاقي معظم الشباب مثلا بالنوادي بس عم يشتغلوا على التضخيم وتعريض الجسم. لكن هي المفروض لما أنا بدي ألعب حديد ألعب على جسم وزن طبيعي، ما ألعب على كتلة دهنية تكون جدا عالية، لأنه ما بيلتزموا فيها كهواية أو لشي مدى الحياة، يعني بيلتزموا فيها كعبالنا هلأ مثلا عنا سفرة عنا شيء بدنا نعمل شكل جسم حلو معين، بتخلص المناسبة اللي عندهم بيوقفوا سبور بيوقفوا الحديد بيرجع بيترهل هيدا الجسم، فهون مشكلة أكبر لأنه بصير في ترهلات، وأكيد في محلات ما بتعود تتعالج، يعني حتى لو بنلعب رياضة بشكل مستمر ما حتروح، مثل خاصة عند الرجل ترهل الصدر مثلا أكيد هذه كتير بيعانوا منها. فالحل هو أنه لأي شخص بحب يلعب حديد ينزل وزنه للطبيعي، وساعتها يبتدي بطريقة صحية مضبوطة، يعني نحن بنعمل برامج للي بيلعبوا حديد تكون عنده كمية بروتينات محددة، نشويات محددة، حتى زيوت محددة، النوم إلى دور، الشرب المي إلى دور، عدة أشياء بتساعد أنه يبني جسمه العضل بطريقة مضبوطة. بينما إذا بنبني بأكل شو ما كان يصير في منهم بياخدوا دهون كتير ومقليات حتى ولحم كتير، بصيروا بيعانوا من سمنة ضخامة، وبيرجع بعدين بيجي بيقلك بدي أعمل تنشيف، فهون ما ضروري تفوت حالك بهالمواضيع ضخامة وتنشيف وهيك، في شيء اسمه أنا ابني بطريقة صحية العضلة، وهون لو وقف رياضة لفترة أي شيء ظرف صار عنده ما بيخرب جسمه. جميل. فاللي بنصحه فيه أنه لما بده يبتدي نعمل أول شيء عادة معظم بياخدوا يلعبوا حديد بتديرهم بتحاليل، بعد التحاليل بعطي إذا عنده وزن زايد نزل له وزنه للطبيعي، نبتدي بعدها بالبرنامج اللي هو بناء العضل بطريقة مضبوطة ما تأذي له جسمه. حلو الكلام. عندي سؤال لكن حناخذ بس هذا الاتصال قبل السؤال. عادل. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا، تفضل يا عادل بسؤال. عادل من مكة. تفضل. الله يسلمك دكتور النيفين. بالنسبة لأوزانهم زايدة وبيعملوا رياضة، لكن مشكلة الأندية الرياضية بيتعاملوا مع الناس كلهم بشكل واحد وتمارين واحدة، ما يراعوا اللي عنده إصابة، اللي عنده تمزق، اللي عنده مفاصل، آلام، خشونة، فتجد إنه الواحد بيكره النادي بعد أسبوع أسبوعين ويتوقف، هذا سبب معظم اللي بتوقفوا يعني من اللي بيمارسوا الرياضة مثلي أو من زملائي. صحيح، المشكلة اللي عم بتقولها هي مفصل للأسف يعني، بس هي الفكرة أنه أنا بصير كمان باختيار النادي، يعني في نوادي كتير فيها متخصصين بهالموضوع بياخدوا الحالات حسب شو الوضع فيه، يعني بيكون مثل حصص بتنعمل اللي عندهم أوضاع خاصة، اللي عندهم ديسك، اللي عندهم مشاكل ظهر مثلا أو مشاكل ركب، وفي حصص بتنعمل للمبتدئين، وهون هيدي الأهمية التركيز بالنوادي أنه يكون في مختصين بهالموضوع، أنه كل وضع له تمارين خاصة، الناس بتقسم على فئات وعلى مراحل، مثلا أنا اليوم أول يوم بلعب رياضة بحياتي أكيد ما فيني فوت على كلاس في بقلبه ناس عم تتمرن إلى أشهر، لا حقدر جريهم بالتمرين ولا أكيد حقدر عضلتي، لأنه التمارين الرياضية لما تنعمل غلط بتصير تأذي العضلات أكثر ما أنها عم تفيدنا. صحيح. طيب سؤالي دكتورة فيفيان، أبغى أسألك يعني إذا كان جاكي شخص وأكيد تعرضت لهذا الموقف كثير، يعني حابين بالعكس تقولي لهم كلهم كلمة، اللي هم عندهم هوس يعني هو وزنه كويس أو وزنها كويس وجسمه كويس وطوله كويس وكل شيء متناسق بطريقة حلوة، بيدمروا هذا الشيء فعلا بالحميات اللي هي العشوائية اللي حضرتك ذكرتيها اليوم وهي موضوع حلقتنا، يعني إيش تقولي لهم؟ بيكون عندهم هوس أنه أنا ما أبغى يتغير شكلي، أبغى يزيد يعني جمال، فايش ممكن تقولي لهم كلمه؟ هلا الاشخاص اللي بيكون كثير عندهم هوس بموضوع انه هي جسمها جدا 100% مثالي وصحي، مش صحي خليني احكي، انه كوزن على طول مرتب وعم بتعاني انه شايفه حالها سمنة بدينة او عندها وزن، هون صار عندهم مشكله نفسيه اكثر، وهي في إلها بتنقسم لنوعين، يعني من إلها انوركسيك وبوليميا، الانوركسيك اللي بيقف على المرايه بيلاقي حاله بضلوا قاعد بلا أكل وبيعمل حميات كتير صعبة وبشايفة حالة كتير ناصحة، ممكن تؤدي لمشاكل جدا خطيرة، نحافة شديدة ونقص كل الأشياء المهمة بقلب جسمنا، بيوصلوا لنحافة كتير كتير خطرة، والنحافة الشديدة أخطر من السمنة، يعني كمان إلى مخاطر كتير على الجسم. ونفس الشيء الأشخاص اللي بيكونوا عم يأكلوا عندهم بوليميا، يعني اللي هن بيأكلوا بيراجعوا الأكل، كمان معرضين لكتير أمراض خاصة أمراض سرطانية خاصة بالمريء على فكرة الترجيع اللي عم يعملوها. فدايما نحن أنا اللي بعمله الشكل أكيد ممكن أنا أنصحها، بس نقول هن بدهم مثل شيء مثل إثبات أكتر
في أجهزة بتنعمل، في جهاز أنا بوقف عليه لمدة ثواني بيعطيني تقرير عن جسمي، قدي أنا عندي دهن، قدي عندي ماء، بيرسم لك فورم جسمك بيبين لك إذا أنت طبيعية ولا لا، بكل قسم بقلب الجسم، كتافات، البطن، الفخاد، الإجر، كل شيء بجسمك. فإذا أنت ما حيكونوا مصدقين اللي حواليهم، بيصدقوا على القليل التقرير عم يطلع مثلا، حيكون عندهم لما حدا يشرح لهم إياه بطريقة أنه علمية شوي ببلشوا يتأثروا بالحكي. هيك هيك المفروض يعني. وهيدا هون بيجي يعني كمان دورنا نحن أنه نقنعهم أنه هن مضبوطين، وممكن أنا أمشي معهم أنه أنا بعطيكم الحمية، يعني أنت مصرة أنه أنت وزنك زايد، أنا معك أنه ننزل كيلو أو اثنين مثلا، لكن بحميتي أنا اللي هي صحية، فبعرف أنه ما حيكون عليها ضرر، عم نوع لها بكل أنواع الأكل، ما عم بمشي معها بالحميات النوع الواحد. وهي أنا اللي لفت لي نظري بهالموضوع هي حمية الشوكولا اللي كتير دارجة، لدرجة أنه أنا قلت للناس إذا في حمية شوكولا عن جد أنا حأتبعها، أنا من محبين الشوكولا وبتبع منها، أنا عم تاكلي شيء بتحبيه وحأنحف. حقيقيا أكيد ما في شيء هيك أبدا. يعني هذه بس يعني حضرتك لما قلتيها، وطبعا أنا غير محترفة في هذه الأمور، بس يعني أول شيء لما قلتي حمية شوكولا ممكن يجي ببالي السكر، مو نسبة السكر في الدم كيف ممكن تأثر على الشخص؟ مضبوط، كترة الشوكولا. هلا أنا إذا باكل بقلك الشوكولا، أنا ممكن يكون في صار مثل لخبطة عند العالم أنه تناول قطعة صغيرة اللي هي بمقدار 7 إلى 15 غرام، اللي هو مكعب صغير من الشوكولا السوداء الداكنة، بتحمي القلب، منيحة للبشرة، بتساعد على نزول الوزن، لكن مربع صغير جدا يلي هو مربع واحد. ممكن الناس دايما بتغير يعني الموضوع أو بتوصلهم بطريقة مختلفة، أنه أنا بمشي بس على الشوكولا لأنه بنحيف، أخذنا كلمة بس شوكولا وتنحيف، وبيكثروا كمية الشوكولا. هي مش بس وقفتها على السكر، يعني ممكن يصير عندي سكري، ممكن يصير عندي ارتفاع بالشحوم الثلاثية كمان بالجسم، ممكن يصير عندي أملاح وعدة أمراض تانية إذا الجسم أكيد مهيئ، غير السمنة، كتير إشياء ممكن تأثر. حلو الكلام. اللي أنا بنصحه اللي بحب الشوكولا فيها كل قطعة صغيرة، لكن ما في شيء اسمه بالحياة أبدا حمية شوكولا. جميل، ومعلومات جديدة وحلوة ورائعة جدا. معنا الدكتورة فيفيان وهبي أخصائية التغذية بتكلمنا عن الحميات العشوائية. حنطلع فاصل مستمعينا ونرجع على طول، خليكم على السماء. طبابة ألف، طبابة ألف مع نهى سعدي، العيادة المسموعة. ونرحب فيكم للمرة الأخيرة اليوم في برنامج طبابة، لأنه هذا ختام حلقتنا بإذن الله، مع الدكتورة فيفيان وهبي، بنتكلم عن الحمية العشوائية، واستفدنا كثير من المعلومات. لكن حناخذ هذا الاستفسار الاتصال يمكن بصورة أخيرة كاتصال. ألو، السلام عليكم. أهلين وعليكم السلام، تفضل. السلام عليكم عبد الله. يعني هي بصفة عامة السؤال، يعني انت عارفة الضغط والسكر والوزن عند الناس زاد شوية، كويس؟ يعني يا ليت يعني التجار والهذا يسوون نوادي في الأحياء، حتى لو مبالغ رمزية، عارفة؟ أول شيء للنساء والرجال والمتقاعدين، يعني حتى المتقاعدين يعني دحين لما تقعد 60 سنة يا روح القاعدة اقعد في البيت. فاحنا نتمنى يكون من البرنامج هذا تستضيف واحد. نعم، يعطيك العافية عبد الله، بس هو عشان برا موضوعنا، لكن أنا أتفق معك، وبس أرجع أقول ما هو عائق، والواحد ممكن يعمل نادي الخاص فيه في البيت، ولا إيش دكتورة فيفيان؟ أنا ما سمعت كل الصوت. بيقترح يعني بيفضل إنه لو كان فيه في كل حي يكون فيه يعني نادي، وتكون الأسعار حلوة وزي كده، فبقول له ما هو عائق وما هو مانع. مظبوط. هلا ممكن ينعمل مثلا، شوفي نحن هون عنا نوادي، في نوادي بس لكن جدا مبالغ بأسعارها خاصة للنساء، أنا معه بالموضوع، لكن إذا بينعمل أكيد نوادي أكثر وبتترخص الأسعار بيكون أفضل، مثل بيكون عم تشجع الناس، تشجع العالم أنك اشترك. لكن لما أنا بدي أجي روح حطي كل شهر 1000 ريال مثلا لنادي، أكيد واحد بيكون عنده عائلة وعنده بيت وعنده مصاريف، حيلاقيها مشكلة، وهي ما أنه بدها تشترك شهر. نحن عم نقول هيدا 300 ريال بيكون بأحلى نادي. ايوه بس مثلاً. دكتوره فيفيان، يمكن النقطه اللي احنا نبغى نطرحها انه بس هذا ما يمنع انه هو ما بيمنع انه يلعب ببيته يروح يتمشى برا، بس انا ما بيمنع كمان انه انا اوفر نوادي مثلا باسعار تكون جدا مقبوله بمتناول الجميع، عرفتي يعني؟ انا هيك جميل بالموضوع انه يكون في نوادي للرجال، على فكره اخرين حصتهم اكبر من الستات. جميل. الرجال في نوادي جدا كثير بكل منطقه، في نادي واسعار كثير مقبوله. دكتوره أي دكتورة فيفيان، طيب بس عشان احنا يمكن حنختم الحلقة، بس حابة يعني توضحي دور
أخصائي التغذية أكثر في زي هذه الأمور من استفسار، وأنه يقدر يجس الشخص يعني يسأل؟ حابين أقول لهم أنه موجود أكيد. هلأ بنصح معظم الناس اللي عنده أي مشكلة بنزول وزنه أو بزيادة وزنه أو عنده مشكلة نحافة دايما يلجأ للمختصين، لأنه أكثر المشاكل وأكثر الأشياء العوارض اللي بيعانوا منها الناس أنه بيتبعوا أشخاص غير مختصين بهذا الموضوع. يعني ممكن يكون بالنادي، ومثل ما قلت اليوم لمريضتي أنه حأذكرك أنه جاي بدايت من المدربة، مثل مثلا ممكن نجيب شيء عن الانترنت، ولكن كلهم بآخر شيء بيلاقوا بالفشل، يعني آخر شيء النتيجة هي الفشل. لأنه ما حدا حيقدر ينصح الشخص إلا المختص بالموضوع. أنا ما بقدر إجي أعلمك تعملي تمارين، ممكن أنصحك ولكن ما بعلمك، لأنه في مختص للتمارين الرياضية، ما بقدر أكتب لك دواء غدي في أخصائي غدد. بقدر أنا نظم لك أكلك تكون كتير قريبة لحياتك اليومية. وكنصيحة أخيرة هي أنه أنا لما بدي أعمل دايت ما معناته أنا حموت الجوع وحانحرم وخلص بنطر يوم المفتوح. لما بدك تعمل دايت هي أسلوب أكل صحي مدى الحياة، اللي عم ناكله هو الطبيعي، بينما إذا بدك أكلك الوجبات السريعة الموجودة بالأسواق هذا الشيء غير طبيعي اللي أنت عم تأذي جسمك فيه. جميل، نشكرك على وجودك معنا اليوم دكتورة فيفيان. شكرا لكم، شكرا لجميع المستمعين. يعطيك العافية، الله يخليكي، وشكرا. شكرا، كانت معنا الدكتورة فيفيان وهبة أخصائية التغذية، وكلمتنا عن الحمية العشوائية، أضرارها وأنواع الحميات اللي نسمع عنها كثير وبنتداولها وبنقولها البعض، وللأسف إنها ما بيكون لها نتيجة أو حتى بيكون لها نتيجة وتكون سلبية. كنت معاكم نهى سعدي، أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع والأحلى، على أمل أني ألقاكم يوم الأحد بإذن الله في برنامج تيمبو الساعة 10 الصباح. تامل كريم وانتبهوا على بعض.